أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذا اقترض رجل مليء مبلغا نحو 100,000 ريال مثلا، فهل فيه زكاة؟ وهل زكاته على مقرضه أو مقترضه؟ نرجو تفصيل ذلك جزاكم الله خيرا. الزكاة تجب على مالك المبلغ وهو المقرض، تجب على مالك المبلغ وهو المقرض فيزكيه، وهو في ذمة المقترض إذا تم عليه سنة لأنه ملكه. وأما المقترض فإنه يزكي ما عنده من المال الذي يملكه، وإن كان في هذا القرض، وإن كان في ذمته هذا القرض في ذمته، وأما المال الذي عنده فيزكيه إذا حال عليه الحول. نعم، يعني على المقترض زكاة هذا القرض إذا حال عليه الحول، على المقرض زكاة الدين الذي له في ذمم الناس سواء كان قروضا أو غير قروض على المقرض. أما المقترض فيزكي ماله هو، ماله الخاص هو، وأما زكاة القرض الذي في ذمته نعم ليست عليه وإنما هي على المقرض. نعم، متى تكون زكاة هذا؟ لو أن المقرض كاد يحول الحول على ماله بعد شهر مثلا فأقرض صاحبه، يزكيه إذا تم له سنة يزكيه، ولو كان ما أقرضه إلا منذ شهر بناء على الحول الذي تم له. نعم، قبل القرض، لأنه لم يخرج عن ملكه، لأنه لم يخرج عن ملكه بإقراضه للمقترض، لم يخرج عن ملكه. ولا نظر إلى حال المقترض هل هو مليء أو غير مليء؟ هذه مسألة أخرى. إذا كان الدين على مفلس أو على مماطل ولا يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه، فهذا في حكم المال الضائع الذي لا يدري هل يجده أو لا يجده، فهذا يزكيه إذا قبضه عن سنة واحدة، عن سنة واحدة. أما المال الذي على مليء، على مليء باذل إذا طلب منه فإنه يسدد، فهذا مثل الذي بيد صاحبه، إذا تم له سنة يزكيه. ولو بقي عند المقترض ما بقي كل ولو سنة يزكيه، ولو بقي عدة سنين، لأن حق الفقراء لا يسقط عنه.